ديمة ويمطر دلالك شهد يجوس بين الحنايا اهتز وربا خافق نسيني من دهور صكيت بابه لا وعذابه لا وعذابه يوم سيلت الخفايا وشلا وشلا اللعبي مع سيد الحور أسوق عمري سوق وعزم وتقصر بخطايا خطايا وشلا وشلا ودرك من سهم عينه باهي النور راح العمر فزعات راح العمر فزعات اضمى ويمحل ويسقيه مزلالة عمر انت مشى فيه بين عشاش وقصور ديمة يا عرب ربي ويا عسل سبت العلايا داخل عليكم سيلكم لا 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 يجري في الدور وشلا وشلا
طيب ايوه وش بك جيتك يا ابن حلال وش بك اركبوا يا عادل عادل انا تعبت انا زهقت خلاص روحي بتطلع من اللي انا فيه ايش فيك انت ايش فيك انا ما عاد لي عيش مع ابوي يا عادل ابوي تصرفاته معي ما تنطاق ما تنطاق ابد ايش فيك ايش سوى معاك ابوي يكرهني يا عادل عارف ايش معنى يكرهني يكرهني وما ادري ايش اللي يبغاه مني، انا مش عارف ماني داري. اهدى يا رجال، اهدى ايش فيك معصب كذا؟ اهدى، تعوذ من الشيطان، وش بك؟ يا عادل يا عادل تقول شيء يا ابن حا اقول لك ريح هدي، تعوذ من الشيطان، عذ بالله من الشيطان، يلا اجلس امشي. الو وعليكم السلام ايوه هذا بيته لا انا بنته لا ما في راجل ايش فيه ابويا ايش بو في المستشفى يما الحقيني يما ايش فيه ايش فيك يا بنت ايش فيه وش صاير يا يما واحد متصل ويقول ان ابوي تعبان في المستشفى وحالته خطيره شو قلنا شوف جيب التليفون حالته خطيره الو لا يا عادل لا انا مالي عيشه في بيت ابوي بعد اليوم وما ابغى اشتغل معاه في المحل يا عادل انا كبير انا صرت كبير الحين ابوي للحين عامل لي مثل الطفل الصغير غلطان يا حامد ابوك يبغى مصلحتك ومستحيل في اب يقسي على ولده عشان يكرهه يا حامد انت قل لي ايش الموضوع قل لي ايش القصه يمكن الموضوع بسيط تافه ما يستحق كل هالزعل والقرارات لا المشكله ما هي بسيطه يا عادل انا اتهزأ وانضرب قدام الناس في السوق يا عادل الى الحين ابوي مو مقدر اني رجل ما يصير يهيني بهالطريقه طيب اهدى وقل لي ايش السبب زين افهمك وش السبب وانت يا عادل عاد احكم اذا كان الامر يستاهل ولا لا يا اخي ما ببيعك خلص انا حر اطلع برا يا شيخ الحلال ايش قلت لك؟ قلت لك ما ابغى ابيعك انا حر عقدتني ازرق احمر اخضر اصفر انا ما ابغى ابيعك خلاص انا حر ما عندي بضاعه فكر على الله امشي برا اطلع أنا حر ما عندنا بضاعة للبيع أنت شريكي أعوذ بالله من الشيطان يا أخي ما عمري شفت بياعين مثلك البياعين ما يعملون الناس كذا أوف أنتوا بعدين معك تغصبني على البيع يعني أقول لك امشي اطلع برا أكل وبجك يلا الله يسامحك أنا ما غلطت عليك
اوه شوف عاد تعصبني اكثر. قلت لك امشي يلا امشي برا امشي يلا 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 اقرب وجهك يلا امشي زين. بس ما عديتك عني انا ما غلط. لا تكثر كلام. وش يا حامد وش تبي تسوي في الرجال؟ يا يبا هذا ما هو بشراي، صار له ساعه الحين بس يقول عطني هذا عطني هذا وما اشترى شيء. يلا امشي يلا امشي امشي. وهو تمد يدك عليه ذا الحين؟ لو يحصل فرشته هنا وضربته هنا لو يحصل. يا قليل الحياه يا قليل المزه، انا علمتك العلوم يوم وقفتك مكاني. يا يبا الله يهديك لا تصير انتوا بعد مثله علي كلكم الله يسلمك. افهم السالفه اولا وبعدين تكلم. اعصب وش فهمني وش تقول بيدي؟ الشراي دائما هو اللي له الحق وله الواجب، انت اللي ابيت تسمع كلامي ما ادري وين افلح عقلك. طيب ليش تضربني ها؟ انا ما غلط الحين فوق الفعائل ذي كلها وتقول ما غلط كسروا لحياك؟ عيب هذا ما يصير. ماني بقدر تضربني قدام الناس. العيب تستاهل. ما هي باول مره تسويها سود الله وجهك. لا هذا كثير، انا لا يمكن اقبل في الكلام. ترفع حسك قدام ابوك؟ زين انا تارك لك المحل، ماني قاعد فيها ابد. انقلع انقلع، فضحتنا بتغدينا هروج بين عباد الله. انقلع قطع الله ذا الوجه. زين يبا انا رايح، بس يكون بعلمك لا انا راجع لا للبيت ولا المحل. انقلع انقلع قطع الله ذا الخلقه. اغرب لعد ازيد اشوف وجهك. سلامات عزامك خلاف يا ابو حامد. حامد طويل الذراع. ايش قام حامد عزامك خلاف؟ وباللي سويت هذا تعتبر نفسك على حق؟ لا يا حامد لا يا حامد، هذا ما هو كلام. انت غلطان وبوك مع حق، وانت بعد تقولي غلطان. باي شيء انا غلطان؟ مثل ما قال ابوك الزبون دايم على حق، وانت يا حامد بياع، والبياع لازم يكون طويل بال ولا يتنرفز بسرعه. يا عادل هذا الزبون خلاني افرد له البضاعه كلها، هذا ما يعجبني، هذا صغير هذا كبير هذا اصفر هذا ازرق، نزل ذا حط ذا عطني ذا ما ابغى ذا. جنني يا عادل طير عقلي من راسي. ولو يا حامد لازم تكون طويل بال. هذا مثل ابوي، عقلك مثله، ما انت راضي تحسبيني ولا تفهمني. انا غلطان انا غلطان يا عادل، الشرها علي اللي انا جيتك وشرحت لك همي. انا اسف عن اذنك. حامد تعوذ من الشيطان، وين رايح؟ انا طالع بترك البلد دي كلها. الله اكبر، وصل الموضوع لهالدرجه؟ يا حامد انت عقلك كبير والموضوع ما يستاهل. اهدأ وتعوذ من الشيطان اهدأ. حاضر انا خلاص يأست يأست من كل شيء، يأست من ابوي من اهلي من اصدقائي، خلاص ما حد راضي يستوعبني ويفهمني، كلهم ضدي يا عادل ضدي ضدي. يلا يلا هني طلبتك وطالبك ما يخيب. يلا يلا هنك تستر، يلا يلا هنك تلطف يا رب. يلا يلا هني سألتك وسألك ما يخيب يا رب. يا رب انك تشفيه، يا رب انك تهون علينا مصيبتنا يا رب يا رب. سلم أبوي يا رب. يا رب أبوي طيب وما لنا غيره، لا تحرمنا منه يا رب يا رب. إيش فيك يا أمي ما اتصلتي طمنيني الله يهديك؟ ليش أنا ما اتصل المستشفى؟ ألو مساء الخير، لو سمحت الطوارئ. ألو أنا بدي أسأل عن أبويا، اسمه حزام حامد. نقلوا على العناية المركزة؟ أنت متأكد؟ طب كيف حالته يعني دحين؟ ما تدري؟
طيب شكرا. يا رب يا ابويا، يا رب تقوم بالسلامه يا رب. حتى ماجد تاخر اليوم مو عوايده. اكيد اكيد ابوي ما تعب ورقت المستشفى الا من حامد، عشان كده للحين حامد ما جا. هلا هلا سارة، ايش لونك؟ شلوني؟ ما انت شايف لوني يعني؟ طيب ليش بترجع لي بالطريقة هذه؟ يا ماجد انت فين؟ ابوي تعبان نقلوه المستشفى وحالته خطيرة. ايش؟ ابوي في المستشفى؟ ايوه يا ماجد، ابوي في المستشفى في العناية المركزة كمان، وامي عنده. طيب ايش اللي حصل له؟ ابغى اعرف. ما ادري. طيب ايش السبب؟ طيب في اي مستشفى هو؟ ايش اللي حصل؟ ابوك، ابوك في العناية المركزة يابا. طمنين عنه يما، ايش فيه؟ ما ادري والله يا ولدي، بس قاعد هنا ما ادري ليش ما خرجوه، ما ادري ليش. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يما ايش اللي صار له؟ مين اللي زعله؟ هو الحمد لله يقولون ان الخطر الشديد زال عنه وانها بخير ان شاء الله، بس ما ادري ليه ما طلعوه يا ولدي. طيب خليني اسال الدكتور يمكن يطمن عنه شوي. زين بسرعة وانا امك بسرعة. يا الله يا رب، يا الله يا رب انك تجيب العواقب سليمة، يا الله لا تفجعنا فيه يا كريم. الله يهديك يا حامد، ما تترك هالطبع الشين؟ على طول تنقز مثل الجني بس؟ لا استئذان ولا شيء. على كيفك، انت رجال وكبير وعقلك في راسك وتعرف خلاصك. شايفه يا امي؟ شايفه حامد لحد الان متاخر، لحد الان ما جاء، الساعه 1 صارت. انا متاكد انه هو سبب وجود ابوي في المستشفى. يا ولدي لا تظلم اخوك الكبير، اصبر شوي، خلانا نصبر لين يرجع ونشوف وش فيه. يوم مش قاعده تقولين الله يهديكي، اقول لك انا متاكد انه هو سبب زعل الوالد. حتى انا لما رحت المحل ما لقيته هناك، سالت عم سليمان، من كلام عم سليمان فهمت انه هو جاء عند الوالد وتزعل معه. شو اسوي يا ربي؟ لكن هين يا حامد، اذا جلله انا اعرف اتفاهم معه. يا ولدي هذا اخوك الكبير الله يهديك. اسمع، ان رجع حامد لا تقول له شيء ولا تحكي معه، انا اللي بساله واعرف وش اللي صار. يمه انت دايما تطلبين مني هالطلب هذا واسكت، اضغط على اعصابي علشان ارضيك. يمه حامد لازم يعرف اني انا مثله في البيت، اذا كان ابوي مريض ولا عاجز يوقفه عن حده، انا مستعده اوقفه عند حده. لا يمه فديت عمرك، ابوي انت الصغير وان دايم تحترم اخوك الكبير، خلك على ادبك، خلك على طيبتك. انا ما بيصير بينك وبين اخوك مشكله، انت تدري ان حامد عصبي، انت عارفه زين. ماجد خلها نمك، انا اللي بتفاهم معها. حامد وين كنت لدى الحين؟ ما حد له عندي شيء، انا جاي اخذ ملابسي وامشي، ماني قاعد في البيت بعد اليوم. وش ذا الكلام اللي قاعد تقوله؟ هذا الكلام اللي جاكم مني وبس. سامع يما ايش تقول؟ حامد انا ما هو على كيفك. نعم نعم ما سمعت. ايش قلت يا بزر؟ اول شيء انا ماني بزر وانت عارف هذا الشيء زين، وثاني شيء ما هو على كيفك تزعل ابوي، واذا الحين ما شاء الله عليك جاي تسيب البيت وتمشي.
خليك في جامعتك ومذاكرة دروسك علشان تنجح وترضي ابوك اذا اللي وعد بابا. نزل ايدك! اقول لا ترفع صوتك! يا عيال تعودوا من ابليس وذابكم، خلوا عنكم الحكي اللي ما منه فايده، فكروا في ابوكم اللي في المستشفى، والله يعلم نلقاه بكره عايش ولا ميت. ايه يا حامد، ابوك في المستشفى في العنايه المركزه. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت احب اسال عن مريض عندكم هنا. تفضل. حزام بن حامد جاكم امس. اي نعم، هذا خرج من غرفه العنايه المركزه وتحول لغرفه 17، يعني ممكن تزوروه بس حالته الصحيه ما تتحمل كثره الكلام والانفعالات. اي مو طيب على صحته يعني. شكرا لك، بارك الله. حياكم الله. تفضل. السلام عليك. وعليكم السلام. مرحبا ومرحبا الف. بقى مرحب، كيف حالك؟ الله يسلمك. ايش لونك يا عم سليمان؟ خير نحمد الله. طيب الله يسلمك يا رجال. فين انت؟ ما ادري شفناك لنا فتره، ما ادري شفناك، عسى ما خلاف. بس ابشرك ما بخلاف، لكن انا عندي شغل والدراسه ونذاكر، لكن يا عم سليمان حنا ما نستغني، ودنا كل يوم نجي نسلم على هذا الوجه الطيب. الله يسلمك ويطول عمرك، انك والله ولد المرحوم، والله يرحمه ويسكنه الجنه. ما يستغني عني، دائما يشد مني. كان مقدي يوم من صاحب واحد مثلك. انك والله ونعم، الله يستر على وجهك. ابعد حولي وعطني علمك، عطني علمك. بشرني كيف اسوي في جامعتك؟ هرب قربت على التخرج وتاخذ الشهاده. الله اكبر، كان يتحلم الوالد وكان حلمه وتحقيقه انك تاخذ شهاده الطبيب. هذه اخر سنه يا عم سليمان مثل ما انت عارف، وان شاء الله بحصل على الشهاده. يا سلام عليك يا عادل، انك والله ولد شاب مجتهد. اكيد ان شاء الله بتفتحون عياده ونجي حين الشيبان تعالجونا فيها. ابشر بالخير يا عم سليمان، لكن بدري على العياده. انا ان شاء الله اذا تخرجت ابحصل على بعثه واروح اتخصص في الخارج. وعادك بتروح الخارج؟ هذه حال الدنيا يا عم سليمان، الطب اليوم تقدم واحنا لازم نحصل على علوم اكثر. على بركه الله، والله كنت اتمنى يشوفك ابوك وانت طبيب كبير. هذا النصيب يا عم سليمان، لكن ما نقول الا الله يرحمه ويغفر له. آمين يا رب العالمين. علمني يا عم سليمان، أنا اليوم يوم مريت من عند دكان عمي أبو حامد لقيت الدكان مقفل، إيش فيه؟ يا رجال تزعل مع ولده حامد، وتعرف أبو حامد مسكين مريض عنده السكر، واللي عنده سكر تعينها عصبي ومتوتر، والرجال ما تحمل الزعل طاح بين يدينا وشلوه المستشفى. ها؟ مستشفى؟ يوبا الحمد لله على السلامة. يوبا من هو به؟ أنا ولدك ماجد يوبا. الله يطول عمرك. الحمد لله على سلامتك يا أبو حامد، الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة يوبا. من؟ أنا حامد يوبا، حامد. لا
ودي اتلمح في حلقتك. انقلع. طيب الله يهداك، الامر ما يستاهل كل الزعل. اقول حيل علي، ما ودي اتلمح في حلقته. حلو من قدامي. طيب طيب خليه ينقلع. خلاص روح. خلاص يبا اطلع 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 يبا. نادي على الممرضين، حط الجرس بسرعه. يلا يا رب، يلا انك تجيب العواقب سليمه، يلا انك تستر علينا يا رب. حامد ايش فيك؟ عادل ارجوك وخر عن طريقي. ايش فيك؟ علمني. طيب يا عادل، انا لما اقول لك ان ابوي ما يحبني يكرهني متسلط علي، ما هو طايق يشوفني بعيونه، صدقني وما تكذبني. حامد انت متوهم، اهدى بس قل لي ايش صار. ماني فاضي اقول لك، انا خلاص لازم انفذ اللي في راسي كله وامشي. طيب لحظة حامد، امسك هذا مفتاح بيتي، رح وريح معك وبعدين نتفاهم. امسك. زين انا باخذ المفتاح، لكن يكون بعلمكم هذا آخر يوم أقعد فيه معاهم، مفهوم؟ مفهوم، سو اللي تبغاه، بس أبغاك توعدني إنك تجلس لين هناك وأجيك. حامد أرجوك اهدأ وهدي نفسك وتعود من الشيطان، لازم على الأقل أودعك. أعوذ بالله من الشيطان. هاي دكتور طمني. انت ابنه؟ اي نعم. من اللي عرض منكم هذه الانفعالات؟ ولا احد. عموما انا مضطر اني امنع عنها الزياره نهائيا. عن اذنك. شايف امه؟ شايفه نتيجه تصرفات حامد؟ ما علي حبيبي، ما علي، يصير خير. هذا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. كيف حالك يا خالة؟ الله يسلمك يا ولدي. ماجد كيف حال أبوك؟ طمني. ليش أطمنك؟ ها؟ عجبك اللي سواه صاحبك حامد؟ ماجد ما في داعي يا بارد الكلام. اهدى يا ماجد، أنا عارف كل شيء، بس طمني على الوالد. ادعي له، الله أعلم بحاله. أيوه مين؟ حامد طمني ايش فيك؟ حامد يا حامد ايش فيك كذا زعلان؟ ايش فيك؟ خلاص يا سارة، خلاص ما حد له دعوة فيني. يا حامد طب افهم ايش اللي صاير؟ خلي البيت لكم، عيشوا وتهنوا فيه، أنا مالي مكان بينكم، خلاص أنا صاير إني مثل الغريب. لا يا اخوي لا تقول هذا الكلام ارجوك، البيت كله لك وانت الكبير. لا الكبير صاير صغير، صاير مثل الحشره، مثل النمله، ما له قيمه عندكم. طب انت دحين قول لي ايش قاعد تسوي؟ وين حتروح؟ رايح لاخر الدنيا، رايح لاخر العالم. المهم اني رايح اشوف نفسي واخذ حريتي، ولما يصير لي قيمه وكيان عندكم ابرجع. لا يا اخويا انا امي، ايش لي اسوي من غيرك؟ عندكم الوالد، عندكم ولده، عندكم دلوعة أبوه ماجد، خلاص ما أنتم بحاجتي بعد اليوم. أرجوك يا حامد لا تتسرع. طب كيف تروح وتترك أبوك في المستشفى؟ أبوي رحت للمستشفى حبيت دي، طلبت منه يسامحني، حاولت لكن رفض. طيب إيش لي بعد هذا؟ إيش تبغيني أسوي؟ إيش تبغيني؟ طيب اللي صار يتصلح، بس أنت اهدى لا تتركنا تروح. لا يا سارة لا، ما عاد ينفع شيء، ما في شيء ممكن يتصلح. خلاص انا ودي اريح ابوي، ودي اريحه وانفذ كلامه، ماني موري وجهي بعد اليوم. لا خلاص انا مسافر يا ساره، مسافر. لا يا حامد خير يا جماعه، ابوي ايش صار له؟ طيب فهموني ايش صار له يا جماعه، خير ايش اللي فيه؟ يا ربي عادل وش صار له بعيالي؟ عادل وش صاير يا ابا؟ قولي لا اله الا الله، انت انسانه مؤمنه، ارتاحي بعد شوي نعرف كل شيء، ارتاحي الله يهديك. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. يا رب انك تشفيه يا رب. امين.
أنا ما أقدر أوقف. يلا يما ندخل داخل. يا يما أبوي أكيد كويس يا أمي. بخير حبيبتي بخير إن شاء الله أنه بخير. يا رب. إلا وين أخوي ماجد؟ ماجد عند أبوك في المستشفى. يما حامد لجة من وراكم ولم كل ملابسه وخرج. لا حول ولا قوة إلا بالله. حامد سوى كذية؟ ايوه انا حاولت ارجعه لكن يما ما قدرت. ان الله يسامحك يا ولدي، ان الله يصلحك وانا امك. يما ايش لازم نسوي؟ نسيبه كده يمشي؟ يلا ما عليه يا بنتي ما عليه. هو ذا الحين راح عند ولد خالتك عادل. كيف عند عادل؟ يا بنتي عادل هو اللي وصلني هنيه، وهو اللي قال لي ان حامد عنده في البيت. وش تقول يا ولد؟ سقط؟ سقطت يا البليد؟ الله يخليك ابويا بتوب. بتوب؟ علمني كيف بتوب ها؟ علمني وش ينقصك حتى ما تنجح وتخدم من عباد الله المفلحين ها؟ الامتحان كان صعب كثير. الامتحان صعب كثير؟ العيبة الساعة جاف الحواري طول النهار، ما هلا تشنقل فوق ذا السياكل، كم القرود؟ اسمع، اسمع علمك. والله تقعد في ذا الدكان لين الصعفة قاعدة معك في راسك تحيل، اقعد، اقعد هنا، اقعد. أبوي أبوي نجحت نجحت. كيف لك؟ ورني أشوف. وش ذا يا ولد؟ درجاتك ما هلا 65%؟ المهم إني تحسنت عن السنة الماضية ونجحت. ذا ما هو بنجاح يا البليد. والله ما تفلح في الدراسة لو كان طير وتوقع. هاك ملا وجهك. ذي ما هو بنجاح ذي. شوف لا حال الحول ونجحت كماذا معك النجاح الخيقي ميقي. والله لندرك من المدرسة. اقف عندك وين تقضي؟ بروح البيت. تروح البيت ولا بتروح للحارة والسياكل والكورة؟ امشي اقعد في المحل هنا ولا تخرج منه. العطلة كلها هنا يا حامد. امشي امشي ادخل. ادخل قطع الله وجهك يا البليد. سود الله وجهك.
كذا تاخذ السيارة من دون علمي وتسوي بها حادث؟ هو كذا يمنعون الصلاة هي؟ شو بيقولون عن الناس ذا الحين؟ يقولون ولد ابو حامد داشر؟ ولد ابو حامد سفيه؟ خذيت السيارة ابويا علشان اجمع فواتير على واحد من زباين المحل. ومن قالوا ميدك الله لا يعطيك عافية؟ من قالوا؟ علشان ترضى عني وتقول اني نشيط. نشيط؟ ارضى عنك؟ والسيارة عجنتها عجن؟ ما قصدي ابويا اطرم اطرم قطع الله ذا الوجه. الله اعلم وش اسوي واخرجك من ذا المصيبة اللي جبتها. امشي امشي قدامي يا ابو المصايب والله لا ربيك وعاملك بالله يا ابو اشتريت عشان سايبي كل ده لا تردد لا تردد يا غير الحياة اضرب اضرب يا ابو حامد تعوذ بالشيطان تعوذ بالشيطان قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان شاء الله ما يكرر هذا ولا ابو اول مره يا ابن الحلال الناس على امام عليه ايش بلاكن ما صدقه يا ابو سليمان ما صدق الكلام ذا لو كان يتركز لا ان شاء الله الرجال قد هو كبير وبيعقل وبيفهم كل شيء وان شاء الله ما عاد يكررها باذن الله ذي رجال ذي ما هم رجال ذي رخمه والله لا خليك هنا تحت عيني في المحل ما تفلح ولا تيجي الا بشوري وانه حتى المدرسه لا تستدرك منها لا يا ابويا لا يا ابويا الله يخليك الا المدرسه لا تطلعني منها ايوه المدرسه المدرسه اللي ابي افلح فيها ذا معك الساقط البليد سنتين سنتين في الثانويه العامه وهذه الثالثه الحق عليك يا ابو حامد تكد الضعيف من يوم يجي من المدرسه ليه مغرب يروح البيت قد هو عايم لا يمدي يذاك ولا يمدي يرتاح وكيف تبغى يرجع هو من قبلها ما تركته سنين في المدرسه على كيفه مش كان يسوي ذا معك الساقط البليد كان ينجع على الحفة أبا ينفع نفسه من بكرة يقعد عندي هنا في المحل ولا يخرج منه أبدا يا أبو حامد حرام عليك تضيع مستقبل الضعيف أقول يا أصا يا أخي إن الله يكفينا فيك لا تقعد تكسر في كلامي قدام الوالد لا قلت علم لازم يمشي فوق رقبته فوق رقبته لازم يمشي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ يا رجل ليش كذا؟ تصدق أنا متأكد إني بلقاك هنا، وكنت مراهن على رجاحة عقلك وإنك ما أنت مسافر. طبعاً مستحيل تترك بيتك وتترك أبوك في المستشفى نايم مريض وتمشي. لا على كذا يا عادل بتخسر الرهان. أنا بس جيت هنا عشان أجهز حالي للسفر وبمشي. لا، لا يا حامد، أنا عارف إنك بتجلس، عارف إن رجاحة عقلك ومشاعرك الإنسانية. ومستحيل تسوي الغلط ولا تسوي شيء ما يرضى ضميرك لا يا عادل لا ما عاد للقلب الطيب والمشاعر الإنسانية عندي أي مجال عادل أنا خلاص اكتفيت من الذل والإهانات خلاص أوف على طول ذل وإهانة يا حامد هذا أب لو شد عليك ولا قسى ما تعتبر لا إهانة ولا ذلة هذا أب أب يا حامد يحق له ما لا يحق لغيره وليه كل هذا ليه ليش أنا ما عندي كرامة ما عندي شعور لا يا عادل لا هذا كثير كثير ما اقدر استعمل طيب خلاص ارتاح انت بسروق اسمع اتعوذ من الشيطان خلينا نروح اجيب لك كاسه شاي ونجلس نروق شوي ونتناقش ونتحاور بس يكون بعلمك يا عادل ان نتيجه هذا الحوار اني بمشي بترك هالمكان وبسافر بطلع خلاص ايش فيك معصب انت ارتاح اتعوذ من الشيطان يا ابن الحلال اسمع اروح اجيب كاسه شاي وبغير هالملابس ونرجع نتناقش ريح اللي تبيه يصير بس انت ارتاح ليش العصبيه ارتاح هاي دكتور طمني انت ولد الاخ ابو حامد اي نعم الحقيقه يؤسفني ان ابلغك هذا الخبر المؤسف ايش ايش تقول مات ايش ابوي مات الله يرحمك يا ابوي ما قصرت يا عادل وارخص لي الحين عن اذنك يا حامد يعني ما في امل انك تغير رايك عن موضوع الرحيل ما ظنيت يا عادل ما في فايدة خلاص أنا ناوي أبني مستقبل بيدي إن شاء الله ولما أصير شيء مهم ولي قيمة وقتها برجع رغم أني ماني مقتنع بالكلام اللي قاعد تقوله لكن في الأخير أنت حر وتتصرف مثل ما تبي يا ولد خالتي ما قصرت يا أخوي مع السلامة الله يستر عليك انتبه لنفسك يا حامد مع السلامة هلو هلا يا ماجد من فين تتكلم ها متى
لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه حامد موجود. لا 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 أتكلم أنت. خلاص أنا بجيب وأنا جاي. مع السلامة. حامد حامد لحظة بقاك يا أخي لا تروح حامد أرجوك خلاص ما عاد في سبب شوف عادل إذا كنت جاي تبي تناقشني في الموضوع من جديد أنا خلاص قررت يا حامد لا تقعد تنقص وجهي ما عاد بناقشك في الموضوع حامد بصراحة أبوك توفى توفى